يلا نشوف توقعات بقى حضراتكم أخيرا لنتيجة مباراة الغد بين منتخبنا ومنتخب الكاميرون. ادهم محمد، مساء انوار كابتن مدحت، ان شاء الله 2-1 لمنتخبنا وسمعنا واحده. ده انت مفتري يا راجل، سيبهم يفرحوا حب. مصطفى كرم، مساء انوار كابتن مدحت، من وجهه نظري التي لها قيمه اتوقع فوز منتخب مصر 2-0 من برنامجك المحترم، مقدم تحيه الى اهالي محافظه سوهاج. عبد الرحمن عماد، مساء انوار كابتن مدحت، من وجهه نظري التي لا قيمة لها على الإطلاق، مصر هتفوز 2-0 إن شاء الله وهلا هلا. أحمد علي، سأنور كابتن مدحت، أتوقع بإذن الله 3-2 لمنتخب مصر إن شاء الله ويكون ماتش قوي جدا. إنها الحرب إنها الحرب، لا لا لا، وعايز واحدة. عايز إيه يا إيتو؟ عايز إيه يا عمنا؟ أحمد ممدوح، سأنور كابتن مدحت، تحياتي ليك من صعيد مصر، توقعاتي بإذن الله 2-0 لمصر، وإذا كان عندهم أبو بكار عندنا أبو صلاح الجبار. حلو يا أحمد. خالد محمد، فوز مصر 2-1 إن شاء الله ودينا واحدة. برافو عليه. محمد عصام، سأنوار كابتن مدحت شلبي، فوز مصر 2-0. ريم محمد، 3-1 لينا إن شاء الله. كيتو عبده، سأنوار كابتن مدحت، اتوقع 2-1 للمنتخب المصري. عبد الله رضا، مساء الخير يا شلبوكا، ان شاء الله مصر هتكسب 2-1 وربنا يسترها من حكم اللقاء. اخر تويته امير صلاح، مساء الانوار عليك يا قلبي، اتوقع فوز منتخب مصر 1-0 باذن الله. يا رب يا قلبي يا رب.